السودان احتفل مؤخرا بمرور 106 عام على استشهاد واحد من أعظم سلاطينه السلطان علي دينار. الذكرى 106 أوحت لبعض نساء الفاشر بإقامة معرض للصناعات اليدوية الخفيفة تحت عنوان صنع في بلدي. نتابع. مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في مجلتكم مجلة الأحد. نستضيف اليوم صاحبات فكرة معرض التراث والتسوق السياحي الذي انطلق عمله بمتحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور تحت شعار صنع في بلدي. نستضيف كل من نسيبة أحمد عمر وشازلية محمد بلة جبريل صاحبات الفكرة، ونستمع أولا لنسيبة أحمد عمر تحدثنا عن فكرة المعرض وأهدافه. أصلا هو معرض اسمه معرض التراث والتسوق السياحي تحت شعار صنع في بلدي، بما إنه الأعمال اليدوية دي حاجات تراثية جميلة الناس بتجتهد فيها وبتشتغل، ما عندها حتة تعرض فيها. ففكرتنا إنه نحن نعمل المعرض ده عشان الناس الحاجات الهجرة في البيت تبرزها وتوري الناس ده الشغل، ونحن صانعينه في بلدنا عشان نعكس تراثنا. طيب انت بتعملي مراكب جميلة جدا وبتشكيلات حلوة، الفكرة دي جاتك كيف؟ المركوب ده شيء تراثي عظيم جدا جدا، هو تراث لكن مركون، في فئة معينة بتلبس المركوب، والفئة في كبار السن بالذات بالتحديد، أو أنا ممكن ألبسه بس بالجلابية، فعشان كده أنا حبيت أعمله شبابي أكتر، يتلبس بالبدلة بالبنطلون، يتلبس حتى لايق مع الجلابية، في أشكال كتيرة ما شكل معين اللي هي بتليق باللبس اللي أنت عايز تلبسه بما إنه هو يكون مهجور. فلقيت إقبال كتير جدا جدا، وفي شباب كتير داخل المعرض هسه حاليا لابسينه، والحمد لله رب العالمين. كده عملنا برضو شو، يعني عملنا حركة من الحركات. كده اشرحي لي الرسومات اللي فيها دي كيف، يعني ترسمي شنو الأشكال الجميلة اللي بتخلي الشباب ينجذبوا في المركوب؟ والله أول حاجة لما يجيني طلب باخد رأيي أول حاجة، وبشوف اللون اللي هو حابيه وشنو، بعد ذاك أنا من خلال الزول بعمله عشان هو يكون راضي عن المنتج اللي شاله، راضي عنه ولابسه بكل عز وافتخار. شكرا نسيبة. وننتقل للأستاذة الشاذلية محمد بلة، برضو واحدة من صاحبات الفكرة، فكرة المعرض، ودي بتعمل في الأعمال اكسسوارات. شاذلية كلمينا كده عن المنتج بتاعك ده كيف، والإقبال بتاعه وفكرتك فيه شنو؟ يعني هسي أنا أكتر حاجة ماشية لي الأيامات دي الشغل بتاع العروسات، يعني واحدة بتشتري طقم كامل وبكون معاه والتاج بتاعه، لكن عندي جانب هسي قاعدة بعد التاج ده بتصنعيه من شنو؟ يلا بشتغله من الكريستال، التاج بالكريستال والمعدن حديد النحاس ده، لكن أنا الجانب بتاعي ده نفسي أطوره للفضة أو النحاس المطلي بالذهب، لكن الإمكانيات ضعيفة، فهسي شقالة معظم الشغل بتاعي بحجر العقيق والكريستال، وقاعدة أشتغل برضو قاعدة أدخل الخرز فيه. حتى نحن عندنا الناس هنا مقللين من الشغل اليدوي الصراحة، يعني الحاج الزوج شافها واو حلوة جميلة، لما تقول له أنا عملتها يعني بيقلل من قيمتها حبة، يعني عملتها يعني بتكون رخيصة، عملتها يعني ما حلوة. فنحن دايرين نعمل ليه إنه في المعرض انه الشغل اليدوي احسن من الشغل الصناعي لانه بكون متقن. المعرض بتاعكم ديل يعني الناس المشاركين بالتراث بتاعهم تقدر تعددي لي شنو شنو؟ يعني احنا عندنا اركان كثيره، يعني بكون قريب العشر ركن، يعني مثلا عندنا هو الركن بتاع المنتجات الجلديه زي ما شايفه من الحديثه للبدائيه، يعني عندنا شغل الخزف اهو برتال البتاع لغاية البيت بتاع الرحل، عندنا الحاجات دي، عندنا الإكسسوارات، عندنا الجرتك، عندنا الكروشيه، عندنا الخياطة العادية تحت الطواقي الحاجات دي، عندنا الورد الطبيعي والصناعي، عندنا التشكيليين الفنانين التشكيليين، عندنا الناس اللي بيرسموا الحنة برضو من طبع الشغل اليدوي، عندنا معرض الأستاذ عثمان خامس، يعني عندنا الصدف والفخار، عندنا كل الحاجات دي يعني متوفرة. تمام. نسيبة كلمة أخيرة للناس للمشاركين والما شاركوا بتقول لهم شو؟ والله طيب أصلا المعرض ده أنا عايزة أوصل رسالة منه بأنه أي عمل يدوي وفي أي زول ما قادر يوصله أو ما قادر يطلعه
زي الحاجة جواهم المركونة، يقدر يطلعوا وينطلق بيه لأي حتة من الحتات عشان نوري العالم. ما دايرين نوري السودان، نوري العالم كله إنه ده عملنا نحنا، ده شغلنا نحنا، نحنا قادرين على كل شيء. يا مستمعي ومستمعات مجلة الأحد، نكون قد سلطنا الضوء على معرض التراث والتسوق السياحي الذي انطلق عمله متحف السلطان علي دريار بمدينة الفاشر. نشكر كل من أخواتنا صاحبات فكرة المعرض، شازلية محمد بلة جبريل ونسيبة أحمد عمر، وإلى اللقاء في حلقة جديدة في مجلتكم مجلة الأحد.